السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يوم يعني الأكل ده اسمه أكل إيه؟ إزاي تعمل شوربة؟ إزاي تعمل شوربة تقويك واسألوا على اسمه إيه سؤالا؟ الكولاجين. اسأل على الكولاجين ده نظامه إيه؟ بيتباع حاجات في حاجات معينة وبتعمل بحاجات معينة. المهم إيه؟ خلاص الموضوع ده هم شوية العظم بتوع جاموسة مواسير يعني وفيها حاجات وفيها لحمة حواليها بتبقى أجمل لحمة والعظم بتاع اللي هو بتاع الفراخ كمان حطناهم على بعض وعملنا منهم الشوربة الجميلة ده ايه وعملنا منهم الخضار الجميل ده. ها أجرب الشوربة الأول بعدين نكمل كلام. بسم الله اللهم صل على النبي. هي دي الشوربة يعني. هي دي الشوربة والله اللي تحوش من عندك الصداع والأرق وتقوي. لأن احنا أنا هبط أول يومين دول والله بجد. ومزويلة لسه تعبان ربنا يشفيه. الشوربه دي تخش الصداع. وبص بقى انا اقول لك بقى دي تعملها ازاي. دي المواسير هي الناس الاكيله. تقوم انت عامل كده اهو شوف بقى شوف خلي بالك اهو تقوم عامل كده اهو هنا اهو تخبط كده شوف خلي بالك بقى من الماده دي بقى بقول لك مهمه جدا ومغذيه جدا. اهي يا جماعه شايفين اهي شايفين اللهم صل على النبي. اهو هي دي بقى ألف هنا وشف اهو اهي بسم الله ما شاء الله في ضغطيات ديت. شوف بقى هات معلقه ثانيه يا حاج النبي مش عاوز معلقه ثانيه. شوف هم شويه هم شوف طلعوا قد ايه شايف. شوف بقى دي حاجه بقول لك تظبط الدماغ. كان في حد بيقول لي لحمه الكوارع ما هو ده جزء من اللحم ده العظم ده شوربته جزء من الكوارع يعني. بسم الله يا نهار ابيض ده جامد قوي يا جماعه قوي. شوفوا اللي عامله ازاي. اي والله بس الواحد عايز 10 مواسير بقى كده. شوف بقى واحده ثانيه اهي برضه مش هنسيب حاجة برضو هنجيب معلقة بنفس الطريقة دي اهي هنفتحها من هنا كده او تجيبها من هنا كده. شوف شايفين يا جماعة اهو بسم الله ما شاء الله شايف اللهم صل على النبي. شوف يا سلام على المزاج يا جماعه. يا سلام على الاكل المزاج اهو شايف صور. تصدق بقى اهو يا عم انا ما سيبتش فيها حاجه اهو اهي. شوف بقول لك حاجه بتوديك في مكان تاني اللهم صل على النبي. مستوعب انت والله العظيم انا استمتعت يا جماعه استمتعت بالفيديو بجد. عايزكوا قال كل ما تيجي رايح تجيب اللحمه تقول لراجل اديني الماسوره بتاع الفخده اللي ورا هي بتبقى احسن ماسوره دي مش الفخده اللي مش السد اهو. شوف حاجه ايه ده نزلت يا مسعيله ما شاء الله بس هي راحت مصاحب نصيبها بقى اهو حاجه عظمه قوي بجد يا جماعه والله العظيم انا متكيف جدا. وبعدين شويه الشوربه ما عندكش فكره داخلين يعملوا ايه في الواحد. احنا متبهدلين قوي من دول في الاكل يا جماعه والله يعني اقول لكم ايه يعني احنا يعتبر هو اقل من ايام الصيام العاديه يعني واخد بالك. وهنا بقى شوف هنا شوف انا فضيتها ازاي. بصوا المصوره فضت ازاي ودي فضت ازاي. شوف اهي شوف شايفني اهو من شايفني كده اهو شايف كده اهو شايف كده حاجه عظم والله العظيم حاجه ما شاء الله يعني. وبعدين بقول لك احسن اكل احسن لحمه تاكل ايه اللي بتبقى بين العظم واللحم اللي بتبقى بين العظم اللحمه اللي بين العظم دي والقرايش دي. القرايش دي جميله. انا خلي بالكم يعني لها تصوير بس عشان الوقت مش اي اهتمام اصلا عامل ازاي ما شاء الله والله انا مستمتع قوي يا جماعه. انا عايزكم تعملوا الوصفه دي وتشاروكم في ناس كتير
طب ايه رايكم؟ انا نفسي شخصيتي بتتغير في الاكل، وكانت امي دي والله ما تقول لك انا عايز اللحمه ملبسه، اللحمه الحمراء قوي ديت انا مش بحبها. انت عشان تعملها تعملها بقى حاجات معينه كده وبتبقى ناشفه ومش حلوه، انما اللحمه الملبسه دي هي ديت الايه الجميل اهو. اه والله اهو، ما هي لحمه، ما هي دي لحمه، شايف عامله ازاي؟ اهو شايفين عن تعرف ان حته اللحمه دي بقى احلى حته لحمه. انا قايل لكم قبل كده في فيديوهات كتير انا ما بحبش اكل اللحمه كده، احب اكلها كفته، بس دي حاجة بقى تانية خالص، دي بتوديك لمكان تاني، دي بتدخلك في سكة، في سكة ان انت تبقى قوي، تعمل لك ايه؟ هقول لك تعمل لك ايه؟ تعمل لك حاجات وفيتامينات بتتباع بفلوس كتير اللي هو الكولاجين ده، يعني انت فاهم انت؟ وشوف الشوربة لونها عامل ازاي؟ الشوربة عامل ازاي؟ لونها جميل، انت شفتها في الفيديو. اللهم صل على النبي، شايف؟ ها؟ حلو، حلو يا عم سعيد. ومال خلي دي ودي ايه دي من ايه؟ جميلة قوي يا عم سعيد. دلوقتي ما استوتش. ما استوت وجميل. اي والله. لازم ندي الحاجة للشيء حقه. الحتة دي الحتة دي. الحتة دي جميلة قوي قوي، شايفين عاملة ازاي؟ دي تشتغل شفت يا عم. يعني انت لما يكون قدامك خروف او دليها تختار منها اللحمه اللي ملبسه دي، اللحمه اللي في الضهر واللي جنب العظم، بالذات لها طعم مميز وسهله الهضم وسهله الشفط كده، وانت كلها كده مش بتحس ان انت بتاكل حته بلاستيكيه. اي أيوة والله طعم ال طعم اللحمة، طعم السائل اللي نزل من المصورة دي طعمه جميل جدا جدا جدا. أي والله كلكم دايما كلكم كلتوا اللي كلتوا المواسير دي، ما حدش فينا يعني، ما انتوا كلكم أكيلة، كل الناس اللي عندي في القناة أكيلة يعني بيفهموا في الأكل وبنعرف كده يعني. المواسير دي بيتعمل بقى قصص وحكايات. شوية الشوربة دول لما تحط على شوية محشي هيعبدوك في مكان تاني، تحط على شوية محشي كده اهو، لو محشي ما فيهوش لحمه خالص هيبقى عالي العام. هات تبص على لونها كده، لون الشوربه حاجه عظيمه جدا والله. بسم الله ما شاء الله. طبعا انا برضه الفراخ اهي، الفراخ اهي، بس طبعا اللحمه يا جماعه حاجه ثانيه برضه. الفراخ البره ديت اصلا انا بينها وبينها بيني وبينكم يعني، مع ان انا راجل منتج، مع كنت منتج مزرعه فراخ في وقت من الاوقات، المزارع دي اديتها لاخوي. انا ما بحبش الفراخ البلدي يعني، بحس انها اكله كده مزوره مش اكله اصليه زي الفراخ البلدي. لا ها بقى لها طعم ازاي؟ الله والله جميله جدا جدا جدا. بس خلي بالك ان الاكل حلو قوي يا دكتور سامي. حاسس ده ب حاسس بان في بهجه. ايوه حاسس ان انا اهو خلي بالك حتى الرقبه ده ايه؟ ده شايف اهي عامل ايه؟ ربنا يديم عليها نعمه يا رب واحفظها من الزوال والله. الشوكولاته بتاعتي. ها؟ هدوقها دلوقتي. بصوا انا هكمل اكلي، هوقف الفيديو على ما اكمل اكلي، انا مش قادر اقوم كده وانا جعان لسه ما شبعتش. هكمل اكلي وبعدين اكل الكنافه واقول لكم عليها برضه. ايه افصلي وقفي مؤقت يا سعيد. نكمل بقى، احنا خلصنا الاكل والله. الاكل انا ما اكلت اكل النهارده ما اكلتوش من اول رمضان يا جماعه والله. اللهم صل على النبي. الكنافه دي بايه يا سعيد؟ الكنافه دي بايه؟ الكنافه اللي عامله دي، اللي عامله دي سعيد امبارح بالليل. بودين. ها؟
بودينج وايه كمان؟ يعني ايه بودينج؟ بودينج شوكولاته. بودينج شوكولاته وايه كمان؟ وفراوله. بودينج شوكولاته وفراوله وبس. كنافه بودينج شوكولاته وفراوله. بصوا وعلى العلاء ده كاكاو شوكولاته. العلاء ده شوكولاته. بسم الله. بصوا هقول لكم نصيحه، اوعى يكون حد مش عاجبك الفيديو. هقول لكم نصيحه وهو كل ما هتصوش اللايك بس. نصيحه مهمه جدا، اوعى تشرب حاجه ساقعه اول الصيام. اوعى تقوم دايق، لازم تاخد شويه شوربه شويه ميه بالبلح وكده. يعني تاكل الاول، تاكل الاول شويه سلطه. يا سلام. الله الله الحياه دي. ده انا كنت هقوم اسيب الجنافه دي. ده عملت سؤال يا جماعه، والله الجنافه دي سؤال اللي عاملاها. تسلم ايديك. حلوة قوي يا جماعه قوي. الفراوله حلوه قوي. انا كنت بقول هاخد ده. انا اصلا كنت متردد نعمل فيديو النهارده اصلا، بس اقول ايه، من احلى افكار حبيت اقولها لكم وعجبتني. لازم تاكل من جنبه شويه. بس ما اظبط نفسي بقى كده خلاص. اخر حنكه، اخد الحنكه الجميله يا جماعه، جميله جدا جد، فيها شكر وفيها عيله بنت خالي. كده انا خلصت والحمد لله. ربنا يديم علينا نعمه يا رب ويحفظها بالزواج. وادعوا لنا يا جماعه، وادعوا للمسؤولية ان ربنا يشفيه. والله مسكينه او يعني متبهدله ومتغيره خالص وما بتنامش، عندها صداع فظيع بيصحى طول الليل صح. ومطحنين طبعا معاها ومع، يعني هقول لكم ايه، لو قلت لكم الوقت احنا امتى، احنا كنا شويه بلح وشوية بتاع ورزاية. كانوا قلت لكم تاخدوش كانت شوية بلح وشوية مية، وخدت دواء الضغط وصلينا المغرب والعيشة كمان. صلينا المغرب والعيشة كمان وقام بقى نفطر بقى. هو ده أول يوم متأخر كده. أستودعكم الله، صوم طيبين، وشيروا الفيديو يا جماعة واعملوا لايك للفيديو. السلام عليكم.